البرلمان المغربية يدرس تجميد علاقاته مع البرلمان الأوروبي وفي التفاصيل. أعلن البرلمان المغربي يوم الاثنين إعادة نظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وقال رشيد طالبي العالمية رئيس مجلس النواب أن البرلمان بمجلسه يعلن ابتداء من اليوم إعادة نظر في علاقاته مع برلمان الاتحاد الأوروبي وإخضاعه لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. وأكد الطالبي العالمية في كلمة له خلال جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا اليوم الاثنين أنه سيتم تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر الجلسة التي عقدت اليوم وبالقرارات التي ستتخذ لاحقا. وفي خبر آخر خطير جدا ما وقع اليوم للجيش الجزائري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين أن طاقم طائرة مروحية مكونة من 3 أفراد قتلوا بتحطم طائرتهم خلال مهمة تدريبية بولاية عين الدفلة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة. وقالت وزارة الدفاع في بيان بثه التلفزيون الحكومي إنه إثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطمت مساء اليوم الاثنين مروحية من نوع ME-171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلة، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية. وأوضح البيان أن الضحايا هما مناري مراد والرائد الدحماني موسى محمد والراقب شبوع أسامة. وأضاف أن رئيس أركان الجيش السعيد شنقاريحة أمر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادثة. نشكركم على حسن المتابعة.